السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشيني جدا كالعادة من اخر فيديو نزل لكم على القناة. طبعا الفيديو ده طلب مني كتير، طلب مني اعمل جولة في قسم الملابس اللي في لولو هايبر ماركت. تمام، وانا لبيت رغبة الجميع وعملت فيديو. هتلاقوا الفترة دي تصفيات في اغلبية المحلات والمولات على القسم الخريفي والقسم الصيفي عشان الموديلات اللي طالعه جديده، فانا صورت لكم المتوفر وكمان هقول لكم ايه الفرق في الاسعار، وكمان الحاجات لو في حاجه غاليه هقول لكم عليها ان ممكن تجيبوها من مكان تاني اوفر بصراحه. ففي حاجات عندهم حلوه جدا جدا عجبتني، وفي حاجات سعرها عالي. طبعا قسم الشنط في حاجات عنده سيل كتير في قسم الشنط، والبوكات اللي هي بتبقى بوك اللي بتحط فيها الفلوس والمحافظ والكروت وكروت البنك، كل ده بيبقى موجود فيها بسعر 15 ريال. طبعا الشنط دي الاسعار بتبقى مختلفة فيها والنوعيات بتبقى مختلفة بصراحة. وعندهم سيل في انواع من الشنط حلوة جدا، كل نوع وله سعره بصراحة. هتشوفوا في الفيديو بإذن الله الاسعار. اول ما بتدخلوا لولو هايبر ماركت، الفرع ده اللي هتسأل في البداية هو ده فرع اليرموك، وهكتب كده بإذن الله في عنوان الفيديو ده فرع اليرموك. وكمان لقيت ملابس السباحة اللي كنت بقعد ادور عليها في اماكن كتير وكانت بتبقى موجودة في اماكن معينة، فلقيت عندهم ملابس السباحة برضه. عندهم حاجات حلوة جدا للشتاء ممكن تجيبيها، بتقعد معاكي كام شتوية يعني، بتبقى حلوة جدا وشيك وعملية، حبيت ده بصراحة. فأول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما دخلت كده لقيت في حاجات عاملين عليها تصفيات زي ده كده، ده كان 38 ريال، مش عارفة هو بعد التصفية ولا قبل، بس سعره بصراحة مرتفع عشان أكون واضحة معاكم. سعره كتير، 32، ده 53 ريال. جاكيت كده صغنطوط لسن سنتين اتنين اهو، هنا ده كله تصفيات. مش عارفة هل 53 ريال ده السعر قبل ولا بعد، هل في عليه خصم تاني؟ هو مكتوب عليه تصفية وحاطين السعر، تقريبا ده السعر القديم تقريبا. هنا برضو شايفين قسم الشتوي اهي الاسعار اللي عليه. طبعا بقى انا هسيبكم مع الفيديو تتفرجوا براحتكم، واي حاجة انا هعقب عليها وهقول لكم رأيي فيها. هنا حسيت دول مرتفعين شوية في الاسعار، يعني تجيبي حاجة كده البيبي ب40 ريال، مع ان ممكن تجيبي 3 منها من الهرم، مركز الهرم، بنفس السعر، بيبقوا 3 فوق بعض كده. وفي اسعار كمان اقل من كده في الهرم. هنا اهو التيشيرتات، طبعا كل مكان وله سعره. هنا برضو شايفين، انا حابة قلت هوريكم الاسعار عشان اللي حابة تتعرف. ده برضو اهو 64 ريال في قسم الاطفال، فحسيته شوية مرتفع. في حاجات فعليا بيعملوا عليها سيل في اوقات معينة بتبقى سعرها حلو جدا، انا بصراحة باخد منها، اما لما تبقى الاسعار مرتفعة كده بصراحة لا. ده هنا البناطيل الجينز اهي، البنطلون قد كده يعني يلبس سنتين ثلاثة بس اهو. في برضو مقاسات تانية على كده والسعر هو هو. هتستغربوا بقى ان عندهم حاجة لاحظتها انا في كام في المرة دي، يعني ان مثلا جاكيت جينز بنفس سعره، هو نفس السعر الكبير، يعني لو هتجيبيه لسنتين هو سعره بنفس سعر 9 سنين او 10 سنين، هو نفس السعر. الفستان ده كان حلو، شكله حلو كده شايفين، والقصة بتاعته عجبتني، كتكوتي كده اللي عندها بنوتة. استنوا اشوف لكم السعر كم، معدينا وسيبنا اهو. دي الاقسام اللي موجودة فيه، بيبقى فيه قسم هنا الاطفال، وبعد كده الاطفال بقى بالجنسين الولادي والبناتي، وبعد كده بقى البناتي بالتيشيرتات وبكله، وبعد كده الولادي. دي كانت حلوة جدا اهي، شايفين شكلها حلو والقصة بتاعتها حلوة، بس انا ما بحبش الحاجة اللي بتبقى فيها الكب من ورا دي. انا برضو عندهم اشكال حلوة جدا للجواكت. دي البنات اللي سألتني على لولو هايبر ماركت والاسعار اللي فيه، طبعا كل البنات بتحب ألسا وانا واللبس اللي عليه.
دي ب39 ريال. ده حلو جدا للمحجبات او غير المحجبات، اهو شايفين كدرس كده حلو شكله جميل. كام سعره؟ 78 ريال. وهنا بقى القسم الجينز كافة اشكاله، دول برضو عاجبني شكلهم. هنا برضو بقى الجواكت كده، دخلنا على قسم الشبابي والولادي. هنا اهو ده اللي انا بتكلم فيه، شايفين اللي قدام ده اهو، ده سنه الصغير، وهتلاقوا وراء السن الكبير، وهو هو نفس السعر اهو. ده خامة تانية على فكرة، استنى طبعا انا بحب وقت التخفيضات، هبقى اصور لكم باذن الله وقت تاني للتخفيضات. بتبقى الحاجات عندهم حلوة جدا والاسعار تحفة بجد تحفة. ممكن بتلاقي عندهم تيشرتات ب5، حاجات ب10، حاجات ب15، حاجات كده وهم بصراحة، وبتبقى حلوة وعملية. ده كان 50 59، انا عجبني قصته، وبعدين ببص ورا لقيت نفس الخامة بنفس السعر، فاستغرب ومقاس اكبر يعني اهو. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، في منه لونين، 2 او 3 الوان. ده 76 البنطلون. هنا بقى رحت عند قسم الشنط، انا من عشاق الشنط. كنت بدور على لون بني فلقيت الزرقاء دي، قلت اتفرج على ايه الالوان التانية. في شنطة كده كان لونها بني عجيب غريب، حاولت اظبط قفلتها، ولكن كل جهة ليها قفلة، اهي شايفين من هنا، من هنا تانية من ورا ليها قفلة، فقلت اخليها بقى تقعد مع اخواتها. البني هنا انت شايفين البني، الاصفر ده كان شكله حلو جدا اهو، شكلها جميل وحلو، انا عجبني اللون الاصفر ده كمان، لو كان في منه الوان تانية كنت خدت اهو. شايفين هوريكم سعرها دلوقتي لو افتكرت، انا بقف قدام الشنط وما ببصش على السعر بصراحة. شايفين اللون البني، لما الاقيه ما لاقيش حاجات حلوة فيه قوي او حاجة ما تعجبنيش انا كذوقي. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنا البوك ده ب15، اي نوعية بوكات، ببص عليها لقيت في اشكال مختلفة، في الشكل اللي هو بيبقى كده بيتفتح جنبه واحد، وفي بيتفتح كاملة اهو. اللون البني ده حلو جدا وبيشيل حاجات كتير. في اللون الاسود ده، شوفوا بقى بيتفتح ازاي، بيتفتح كده بقى، اللي معاها بقى بطاقة صراف بيتفتح اوسع شوية، طريقته حلوة جدا وبياخد معاكي حاجات كتير، خصوصا بقى بطاقة صراف، تأمين، إقامات، بطاقة هوية، كل حاجة بياخدها معاه، كروت ألعاب الولاد. دي هنا أي نوع من الشنط؟ دي ب29 ريال أهي. هنا برضو الأشكال دي كده، الشكل ده حلو اللي عليه دبدوب ده، وكان سعره حلو، مش عارفة كان 79 ريال تقريبا. هنا برضو اشكال تانية من الشنط، كل ما بتمشي في لولو بتلاقي حاجات مختلفة من الشنط واللبس، حتى قسم العبايات حاطين فيه حاجات حلوة جدا. هنا بقى الساري واللبس الساري، هو هنا عاملين عليه تخفيض، هو تقريبا كان ب130 بقى ب69 اهو. عندهم الشكل ده، عندهم الحاجات دي بقى اللي يفهموها من اللي هم الهنود والباكستانيين اكتر، والبنات اللي بتحب تلبس ساري. شايفين طبعا هحطكم جولة كده. العباية اللي هي عاملة زي البقرة دي ما عجبتنيش خالص، استغربت، وقفت قدامها وقلت مين اللي هتجيبها بصراحة شكلها عجيب، هي ممكن تتجاب ولكن تبقى في البيت يعني لبس بيتي. ده عجبني حلو، ده عجبني جدا جدا جدا، شكله حلو وخامته حلوة، وسعره كان
89، 90 ريال. وخامته حلوة جدا 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 يا بنات، طويل لحد بعد الركبة اهو، ينفع كمان للمحجبات، ينفع لغير المحجبات اهو. هنا برضو بقى عندهم اشكال العبايات اهي، ودي الالوان بتاعتها، في حاجات كل حاجة بقى عندهم في القسم النسائي بقى بتتفرج عليها بتبقى حلو. البلوزة دي عجبتني شكلها كان حلو، بس هي خفيفة، شايفين العلاقة او الشماعة السوداء باينة من عليها، يعني اذا هتلبسيها وانت محجبة في اماكن عامة كده لازم تلبسي تحتها بودي اهو. ده هنا بقى المايوهات بتاعة البحر النسائية اهو، اشكال بقى والوان مختلفة منها. بس كده هو ده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون قدرت اغطلكم اكبر جولة، حاولت اشوف لكم سعر المايوهات بس ما لقيتش عليها اسعار الصراحة. بس كده حاولت اغطلكم اكبر جولة ممكنة من لولو هايبر ماركت، بس ولكن القسم كبير جدا عايز اكتر من فيديو، ولكن انا صورت سريعا بس كده. انا مني انا ومن قناتي بتمنى للجميع يوم سعيد، هترككم في حفظ الله ورعايته. طبعا ما تنسوش تحطوا لي لايك، شير الفيديو عشان نشوفه اكبر عدد ممكن يستفاد منه، سبسكرايب، وبليز فضلا وليس امرا فعلوا زر الجرس. هقول لكم ايه، تصبحوا على الف خير، باي باي.